ازيكم يا صحابي، عاملين ايه؟ النهارده هنحكي قصه السنجاب المخترع. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك واشتراكوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا نبدا. شكرا جدا على التفاعل معنا، ويلا بينا نبدا. كان يا مكان في قديم الزمان كان في سنجاب بيحب الاختراعات، بس احيانا اختراعاته بيكون مفيده واحيانا لا. وفي يوم من الايام كان السنجاب بيعمل عادي في معمله، فدخل عليه أخوه الصغير وقال له: أخويا حبيبي، ممكن تعمل لي اختراع عشان أخلي المدرسين يناموا وأغش في الامتحان براحتي؟ انت بتقول ايه؟ حرام، الغش حرام، ما ينفعش اعملك كده. انت متعرفش ان الغش حرام؟ عشان خاطري يا أخويا، انا بحبك قوي. ما فيش فيها بحبك ولا بكرهك، ما فيش هزار في الكلام ده، كده حرام. انا زعلان منك قوي، انا ماشي، مع السلامه. انت عايزني كده اصلا اسقط في الامتحان، مش كده؟ انا ماشي، انا زعلان منك قوي. احسن امشي، انا مش هينفع اعاونك في الشر. وفي يوم من الايام المخترع نسي يقفل معمله، فاخوه الصغير دخل وشوفه عمل ايه. مادام اخويا مش راضي الا انا اللي هو يعمل لي اختراع عشان اخلي ميس تنام فيه وبيه عشان اغش في الامتحان، انا هعمله لنفسي. قولي اول حاجه هحتاج في الموضوع ده. اول حاجه هحتاج في الموضوع ده منوم، وهحتاج ايه تاني يا ترى؟ حط اي حاجه وخلاص عادي يعني. الحمد لله خلصت اختراعي، اخرج بقى. ولما السنجاب دخل لقى عشان يعمل اختراع لقى حاجات ناقصة زي المنوم ومخبار من المخبارات الموجودة. اتساءل وقعد يقول: يا ترى مين اللي خده ده؟ مفيش غيره، هو ده اخويا هو اللي خده، اما اروح له. وفجأة الاخ الصغير لقى اخوه الكبير داخل عليه، وشاف اخوه الكبير معاه المحلول عشان اخوه الصغير نسي يخبيه. انا كنت متوقع برضك انت اللي خدت حاجات من معملي. اه فيها ايه يعني؟ ما انت مرضتش تساعدني وتعملي الاختراع اللي بيخلي المعلمة تنام عشان اعيش، فانا عملته لنفسي. ابقى قابلني اصلا لو نجحت بالغش اللي بتغشه ده. ده انت حتى ما بتذاكرش، ازاي هتنجح؟ المفروض تذاكر عشان تنجح مش تغش، وربنا هيعاقبك على اللي بتعمله ده. لا ما تخافش، ان شاء الله هنجح. طيب انا هسيب لك المحلول اصلا، بس انا عارف انك ما عندكش الجرأة تعمل اي حاجة للميس، ولو عملت اي حاجة ربنا هو اللي هيعاقبك مش انا. صحيح انا مش هكون شايفك، بس ربنا هو اللي هيكون شايفك وهتشوف عاقبة اللي بتعمله ده في الاخر. سلام. وفاكرني يعني انا ضعيف ومش هقدر اعمل كده؟ لا هعمله وهقدر، وهنايم المدرسة عشان اغش براحتي. النهارده يا طلاب زي ما انتوا عارفين في امتحان دراسات اجتماعية، يلا هوزع الورق دلوقتي. هنفذ خطتي واديها على انه عصير توت مثلا، واخليها تنام عشان نغش براحتنا. اكيد كل الطلاب هيفرحوا مني ويحبوني قوي. ميس ممكن اقول لحضرتك حاجة؟ اتفضل يا ابني اتفضل. انا كنت جايب لحضرتك عصير عشان عارفه حضرتك بتحبي العصير ده قوي. شكرا والله. اتفضلي. ماشي شكرا، هاخده منك. وبعد ما شربته، بصوا يا طلاب انا اروح اقعد على الكرسي اللي هناك ده عشان حاسه ان ده خش شويه. هي واخيرا المدرسه نامت. نامت؟ انت بتقول ايه؟ نامت؟ انت بتقول ايه؟ نامت؟ انت بتقول ايه؟ اصل انتوا ما تعرفوش اللي انا حطيت لها منوم في العصير، علشان ده اصلا مش عصير، ده اختراع، ده شوية مركبات من مركبات اخويا، وعملت لها منوم علشان تنام ونغش براحتنا. انا هروح اقول للمدير عليك. ليه تقولي للمدير عليا؟ ده انا بساعدكوا عشان نغش براحتنا وكله ينجح في الامتحان ده.
تعرف اللي انت بتعمله ده غلط جدا، وهقول للمدير عليك دلوقتي. انت ما تعرفش ان الغش حرام، ولو عملت كده هتاخد ذنوب كتير جدا. انت مش خايف من ربنا؟ ازاي يعني؟ الحق يا مدير، في ولد عندنا منوم الميس عشان يغش في الفصل، احنا فصل رابع اول. انتي بتقولي ايه؟ ولد منوم الميس ده هطرده من المدرسة نهائي. هو فين؟ ورهولي اهو. تعال ورايا يا استاذ. هو ده يا استاذ؟ انت مطرود من المدرسة نهائيا، واروح اشوف الميس مالها. امشي يلا من قدامي. هو ايه اللي حصل لحضرتك؟ مش عارفة والله، بس في طالب عندي اداني عصير، حسيت انا عايزة انام فقعدت هنا، لقيت نفسي نمت. يا ريتني سمعت كلام اخويا وما عملتش كده، انا غلطان. مالك بتعيط ليه؟ كنت في الامتحان ونيمت الميس زي ما قلت لك. ايه ده، انت استجرأت تنيم الميس؟ ده انا قلت ما تقدرش تعملها. ما هم فصلوني من المدرسة نهائي. هاي دي السنة من الاول تاني. عشان تعرف ان الغش حرام، وانا نصحتك بس انت ما سمعتش للنصيحة، وانت كده غشيت. واستغفر ربنا عشان انت خدت ذنوب كتيرة، وانا نصحتك وما رضيتش تسمعني. وبكده يا اصحابي يكون الفيديو خلص. ولو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وباي.